أنور وجدي من أشهر نجوم زمن الفن الجميل. تألق في السينما وقدم عدد كبير من الأعمال المميزة في تاريخ الفن. مر بالكثير من المفارقات والمواقف في حياته. أيامه الأخيرة كانت صعبة وتم إعادة جثمانه للقاهرة على متن طائرة بعد رحلة علاج بالخارج. إليكم في هذه الحلقة أبرز المعلومات عن حياة أنور وجدي. وقع أنور وجدي في حب ليلى فوزي وتمنى الارتباط فيها، لكن والدها رفض هذه الزيجة، ورغم أنه تقدم لخطبتها لكنه أصر على موقفه ورفض زواجهم. تمسك أنور وجدي بحبه لإلها، وبعد انفصالها عن زوجها عزيز عثمان جدد عرض زواجه منها. أنور وجدي كانت له مواصفات خاصة ليؤمن بموهبة الممثل الموجود أمامه، فعندما التقى بالفنان عادل أدهم في الإسكندرية عاملوا بجفاء شديد ورفض طلبه في منحه فرصة للتمثيل، وحكى له نص: أنت لا تصلح أن تمثل إلا أمام المرأة. أنور وجدي ولد في القاهرة عام 1904 لأم مصرية وأب سوري بيعمل في تجارة الأقمشة. عاش أنور وجدي طفولة خالية من الرفاهية والاستمتاع، لأنه والده تعرض للإفلاس بعد نقل تجارته للقاهرة، حيث تغير الوضع الاقتصادي ومجريات السوق والبيع والشراء. مر أنور وجدي بالعديد من الآلام في الفترة الأخيرة من حياته، حيث أصيب بمرض الكلى وما استطاع الأطباء إيجاد العلاج المثالي وقتها، فاضطر للسفر لتلقي العلاج بالخارج، خاصة بعد ما تم اختراع غسيل الكلى بالخارج. رغم كل محاولات الشفاء اللي سعى لها أنور وجدي، لكنه رحل أثناء رحلة علاجه بالخارج وعاد على متن طائرة ليتم دفنه بالقاهرة كما أوصى. واستقبل عدد من النجوم الجثمان في مطار القاهرة، لكنه ظل في الصندوق الخشبي في مدخل عمارته عدة أيام. فذهب إلى المنشد محمد الكحلاوي واصطحب الجثمان لمسجد عمر مكرم، وقام بتغسيله ولفه بكفن جديد، ثم تمت الصلاة عليه قبل دفن الجثمان.